السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, the all wiser, the all knower. Here is me, Muhammad Ahmed Mitwali, again. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الدرس الثالث في الصفات، هو أنواع الصفات، وأعتقد إن ده أكتر درس مهم من حيث الاحترافية. وهنشوف برضو كل الكلام ده هيظهر لنا بعد كده في الاستخدامات اللي جاية إزاي. Kinds of adjectives. الكتب بتختلف كتير في تقسيم kinds of adjective، بعضهم بيقسمها 5 أنواع وبعضهم 6 وبعضهم 4. احنا نقسم الأول adjective لنوعين مبدئيا، حاجة اسمها opinion adjective وحاجة اسمها factual adjectives. الopinion اللي هي الرأي، زي nice, beautiful, interesting، حاجة رأي ما أقدرش أشوفها بعيني، ما أقدرش أحكم عليها، ما هيش حقيقة، رأي أختلف فيه عن غيري. دايما الصفات دي بتقدم في الوصف. اللي انا بقوله ده يمكن سابق الاوان شويه، فخلينا نروح الاول مع انواع الصفات المعدوده، وبعد كده لما نيجي وقتها نتكلم عنها بتفصيل اكتر. انواع الصفات. There are different kinds of adjectives. Some adjectives describe a qualities of noun. طبعا احنا اتفقنا ان الصفات باختلافها بتوصف اسم او ضمير وبس، مش حاجه تانية. طيب عشان اقدر اوصف، بوصف qualities، جوده حاجه معينه، او بنسميها اللي انا قلت عليها، اللي هي الاوبينيون، نقدر نتكلم عنها ان هي اوبينيون، يعني كرأي، رأيي انا في الحاجه، حاجه ما اقدرش امسكها بايدي، ممكن تختلف انا وانت عنها. تعال نشوف ازاي. اقول مثلا a beautiful rainbow, a clever monkey, a difficult question, happy children, a kind lady, a new car, an old house, a pretty girl, a rich family, a sad story, strong man, a wicked queen. الصفات دي يا جماعة صفات بتتكلم عن، زي ما اقول، مش عارف اقدر اوجد لك كلمة باللغة العربية، مقولكش جودة. طبعا مش قضية جودة، هي قضية رأيي في الشيء نفسه. يعني ما بقولش كبير صغير، تخين رفيع، ابيض اسود، حاجة ملموسة محسوسة، لا، رأيي بس. نيجي بقى للفاكتشوال ادجكتيفز باختلاف انواعها، وده طبعا اختلف كتب في تقسيمها. هنبدا الاول ب adjective of origin. origin يعني الاصل، الموطن. بتتكلم عن where the thing or the noun come from، منين الحاجه دي توجدت. say for example Australian apples, a Balinese dancer, the English language, the French flag, an Italian car, a Japanese garden, a Scottish kilt, Thai boxing, Egyptian cotton. اللي هو منشأ الحاجة أو الحاجة دي منين أصلها. النوع الثاني من الأدجكتيفز I call it the adjectives of colors، وده سهل جدا، اللي هو ببساطة الألوان. الأدجكتيف بتكلم عن الألوان. على سبيل المثال ناخد أمثلة للألوان. The sea is blue. George is wearing brown shoes. I don't like green apples. Carrots are orange. Flamingos are pink. Eggplants are purple. Roses are red. كل الصفات دي بتتكلم عن الألوان. عندنا نوع ثالث من الصفات بيتكلم عن size. Adjectives of size، الحجم. وطبعا الحجم في منه حجم وفي منه شكل، shape. في كتب بتفرق في التقسيم، بيقدم الحجم، الشكل على الحجم. يعني مثلا الترابيزة كبيرة ولكن مدورة، مدورة بعتبرها شيب، شكل، ولكن حجمها كبير. وفي كتب بتمزج الاثنين مع بعض، الحجم مع الشكل. A big hat, a broad shoulders, a high mountain, a large ship, a long bridge, a low ceiling, a narrow path, small animals, tiny insects, a wide street. في صفات برضو كلنا عارفينها، adjectives of quantity، صفات الكمية، والجزء الأول منها ال quantity defined، المعرفة، اللي هي numbers. بستخدم الأرقام للوصف، عشان كده الرقم دايما تلاقيه جاي قبل الحاجة اللي هو بيوصفها. وعشان الرقم معروف هو ايه، فبيبقى رقم محدد، ما بيبقاش فيه مشكلة انك تعرفه. زي مثلا
11 hens, 12 geese, 13 birds, 14 mice, 15 frogs, 16 snails, 17 kittens, 18 ants, 19 lizards, and 20 butterflies. النوع اللي بعد كده adjectives of quantity ولكن undefined quantity كمية غير محددة يعني هي كمية وكل حاجة بس مش قادر أعرف كام. قبل كده احنا عرفنا في الأرقام عارف الرقم بالظبط. احنا بنسمي الحاجات دي quantifying determiners يعني محددات للكمية quantifying determiners زي a little ice cream, a little rice. I don't know how much rice, ما أعرفش قد إيه رز. Not many people, too much salt, lots of insects, plenty of money, some food. Is there any milk? الكلمات اللي بالبول دي يا جماعة بتدل على كميات ولكن كميات مش محددة. طيب احنا دلوقتي خلصنا انواع الصفات فهنيجي بمنتهى البساطة ان شاء الله على طول وهناخد الاكسرسايز اللي جاي ده عايزكم تركزوا فيه كويس جدا جدا جدا. الاكسرسايز اللي جاي بيتكلم عن الصفات هتحدد الصفة اللي موجودة دي اذا كانت quantity ولا اذا كانت color ولا اذا كانت size ولا اذا كانت origin وهتعلم تحتها والسؤال مبين وده سؤال مهم جدا طبعا مش هقدر اخوض في وقته فهسيبك توقف الفيديو وتقدر تحل براحتك. Let's see. That's it. I was very happy to have you here today and I hope you were happy to have me. بجد اتمنى يكون الدرس فاتكم النهارده واتمنى تتابعوا عليه كتير وتعملوا عليه اكسرسايز كتير وهتعرفوا اهميه ده وقد ايه هيحدد قدرتك انك تكون محترف بجد في اللغه الانجليزيه قدام ان شاء الله. اشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه وما تنسوش تتواصلوا معانا على البيج اون فيسبوك. Take care of yourself and see you ان شاء الله soon. Was with you here today محمد احمد متولي. Take care of yourself and السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.